ملعب التونسي تحت اشراف مدرب جديد اللي هو فريد بن بلقاسم ورئيس جمعيه جديد سيد محمد درويش، حاول تحقيق ما عجز عنه طيله 13 سنه منذ نوفمبر 95 وهو هزمه ترجي في البطوله. نبيل تليلي، احمد صالحي، محمد علي بوسكير. الجولة الرابعة تلعب بصفة متقدمة نهار السبت واستضاف خلاله الملعب التونسي الترجي الرياضي. الملعب التونسي عاد الأجواء البطولة بمدرب جديد هو فريد بن بلقاسم وإدارة جديدة برئاسة محمد درويش. هي جديدة يعني مخر العزم باش تلم الشمل نتاع الوخاين الكل، كل رجال الملعب التونسي وابناء الملعب التونسي واللي لعبوا واللي سيروا الكل، فهمتني، والباب مفتوح للوخاين الكل. كنت أمام اختيارين، ما كان عندي عقد معنوي مع فريق سعودي لمسؤولين نتاعو مشكورين تفهموا الوضعيه والظروف، وخيرت باش نقعد مع الملعب التونسي. معناتها اختيار هذايا معناتها عن قناعه، وان شاء الله معناتها نعطي الاضافه لفريق الملعب التونسي. عميت هي قررت باش ترجع تكور ان شاء الله بقدره ربي، يظهر لي على الجروب اللي عندنا وبقدوم سي فريد ان شاء الله نعملوا مجموعه باهيه و واحد يرجع ان شاء الله يحضر روحه بالقدا ويرجع من باب الكبير ان شاء الله. تشكيلة الترجي البارح عرفت عودة القصراوي للأخشاب والظهور الأول للمدافع الشاب بن منصور مقابل غياب خليل شمام، الحارس الماجري وأحمد الحامي. سي بدين كان تعطيني الأسباب للاستغناء عن الحامي والماجري. الحامي صارت مناوشة ما بينه وبين العربي الماجري، بتصير من أصدقاء طوى عندهم ثلاثة أربع أيام مع بعضهم في الوتيل، يشوفوا بعضهم ليلة النهار، تصير ساعات أخوة يضربوا يعاركوا في, 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 في دار، ما عمرك ما تعرفت مع أخوك أنت ولا حاجة، تصير العركة هذه. ربي يهدي ما خلق. احنا كهيئة مديرة بطبيعة الحال قررنا وأنه معناه ما يلزمش تصير في صلب الترجي الرياضي التونسي، يلزمهم يتعداوا على مجلس التأديب. الترجي البارح غير موقع البنك على الجهه اليسرى وكذلك اجهد انضمام وجه جديد. رينا شكون اخذ بلاصتك اليوم؟ الوليد ناشط وحاب يخدم، قاعد يلانسي فيه وقاعد يتعدى يدرب سي هشام الضوي، من جد وبو كلهم اسبيرانتيست، دونك حل من الحلول باش معناها عامر البحر يرتاح شويه. سي عامر رينا اليوم الترجي يظهر لي من المرات القليله اللي يبدل فيها بنك الاحتياط المقعد بتاعه. لا هذيك حق من حقوق مع الاخوان نتاع الملعب التونسي باش يختاروا هما المكان نتاعهم، خاطر اللي ينظم هو اللي يختار المكان نتاعهم في القانون، يختاروا هما اللي على اليمين حق من حقوق مش مشكل. اداء الزوز فرق في بدايه المباراه كان هجومي، الدراجي بحث على الجماليه وطارق عاشور نفذ مخالفه مباشره رجعها الحارس زيدان بصعوبه. ربع ساعة لعب جميل الخمير يراوغ جونفيي بسلة، والحكم مكرم اللقام ما يترددش في الإعلان عن ضربة جزاء. ضربة جزاء يعتبرها حكم المباراة. محمد السليتي ينفذ والقصراوي بامتياز يتصدر. ضربة الجزاء الثالثة اللي ضيعها مهاجم الملعب التونسي والأولى اللي تضيع في بطولة هالموسم، والأولى أيضا اللي نجح القصراوي في التصدي لها في مسيرته في البطولة. الملعب التونسي واصل ضغطه، كرة من جميل خمير والبلعابي على القائم. الترجي فهم وقتها أنه منافسه يبحث على مباغته، وفهم أيضا أنه مطالب بالضغط أكثر في الهجوم. أقل من نص ساعة لعب أونري بيانفينو يتقدم يمرر الوليد التايب، والتايب ينجح في مغالطة الحارس زيدان. وليد التايب يعني ترصد كما ينبغي الخطأ. العشر دقائق اللي بعد كان بطلها نعيم بالربط، كيفاه؟ هذا هو الجواب. تصويبه من اختصاص بالربط حولها القصراوي بصعوبه وبرشاقه للركنيه. دقيقه بعد تدخل من بالربط كلفوا انذار، ثم نفس اللاعب بالربط يتدخل مع السويسي. الترجي طالب مخالفه وانذار بالربط اللي يكون الثاني وبالتالي اقصاؤه، لكن اللقام اكتفى فقط بالمخالفه.
دقيقة 43 القصراوي يدخل بامتياز مع محمد السليتي. تجي الكرة قدام نعيم بالرباط، العربي جابر يدخل والحكم اللقام يعلن عن ضربة جزاء ثانية للملعب التونسي. ضربة جزاء للملعب التونسي، ضربة جزاء للملعب. احتجاج كبير من لاعبي الترجي، انتهى بإقصاء قائد الفريق خالد بدرة الجمع زوز انذارات حسب ما جاء في ورقة المباراة. ضربة الجزاء المرة هذه نفذها خالد القربي ونجح في تحويلها لهدف عدل به النتيجة، وكان هذا في الوقت بدل الضايع من الشوط الأول. في الشوط الثاني الترجي يدخل وبقوة، كرة من الرامو تجيب ركنية، ركنية جابت معها ركنية أخرى تنفذت مخدومة، عاشور البيانفينو عربي جابر والدراجي يضيف الهدف الثاني. هدف الترجي الثاني جاء في دقيقة 47. طريق اسامه الدراجي الحقيقه هبوا على مستوى التمركز. طريقة لعب الترجي تغيرت برجوع وليد التايب اللي خذا الرواق الايمن مكان جونفي، وجونفي تحول للمحور. الرامو كان مصر على التهديف لكن الحارس زيدان كان في المكان المناسب ورجع الكره بصعوبه. البقلاوه تجيب من خلال كره ذكيه من جميل الخمير للسليتي، والسليتي المره هذه كانت له الغلبه وعدل النتيجه في الدقيقه 57، وامضى بالمناسبه الهدف رقم 50 ليه في البطوله. محمد السليتي كان امامكم، محمد السليتي يعدل النتيجه 2-2. الملعب التونسي كان قريب من اضافه الهدف الثالث، كره مخطئه من طارق عاشور النعيم بالرباط اللي خذا الكره توغل وجها لوجه مع القصراوي، والقصراوي بامتياز ينقذ مرماه. الاطار الفني للترجي يقحم بوعزي والمساكني مكان الدراجي وبينفينو ومايكل يصوب وبقوه لكن كورتو مرت جانبيه. بوعزي يراوغ ويسقط، الترجي يطالب بضربه جزاء واللقام يامر بمواصله اللعب. يعني بوعزي بحث على ضربه جزاء، ثم بوعزي يمرر ليوسف المساكني والمساكني بامتياز يمرر للرامو، لكن مهاجم الترجي كان متسلل بعد اشاره الحكم المساعد. دقيقتين في الوقت بدل الضيع، بوعزي يتحصل على مخالفه نفذها بنفسه، المساكني مرر بالراس في القائم الثاني، حمدي المبروك يتدخل مع العربي الجابر وبشجاعه كبيره اللقام يعلن عن ضربه جزاء. مايكل انرامو خذا على عاتقه مسؤوليه التنفيذ، نفذ ونجح في مغالطة الحارس زيدان وأهدى فريقه 3 نقاط ثمينة، وخلى الملعب التونسي يعجز في المواجهة رقم 26 وللموسم 13 على التوالي على هزم الترجي في البطولة. الحمد لله يا ربي انتصرنا، فرحنا جمهورنا. بالنسبه للتريف هذه في شهر رمضان خدمنا كما يلزم، لعبنا شويه تاميكو، طبقنا تحسنا ونعمليوري معناها بالماتش. الحمد لله في الماتش ماتش في سيل كيما هكا حقيقه بطلوا فرحنا جمهورنا. ان شاء الله ديما كيك ان شاء الله يا رب. بالنسبه لك كيفاش كان الظهور يعني تاعك؟ والله راضي نوعا ما، مردودي ان شاء الله نتاقلم اكثر مع الجروب وان شاء الله انا نعطي مستوى اكثر من اللي عديته اليوم ان شاء الله. عربي رينا بصراحه برشا احتجاجات من لاعبي الترجي على الحكم. سي هذا اللي برشا اليوم بريمي تون سيرتو بريمي تون، معناها كي تشوف بينالتي الاولى معناها نقولوا فيها وعليها، بينالتي الثانيه الكره في ساقي معناها فكيتها، وزيد مع ذلك الكل يخرج ورقه حمراء ويوتر في اعصاب اللاعبيه، معناها واحد يكرهوا في الكره، معناها واحد بريمي تون معناها شويه اللي خرج من اللاعبيه من الماتش. الحمد لله عندنا رجال معنا توفقنا من باش نربحوا معنا في الاخر من الماتش، سيرتو معنا الدقيقه الاخرى. حارينا حمدي نتاع العاده اليوم الحمد لله.
انت مروح منتصر هي مروح منهزم غير بشي خالي في الدارة. لا لا ذيك هي الكورة كها فما ربح فما خاسر. الحمد لله ربي اليوم ماتش كان صعيب ياسر شفتوا الكورة ذيك تعطي للناس الكل يا بيوسف الشيخ عليك في الدار صراحة والله هو عاد هو وضميره والله ذيك هي حكم الكورة ديكيبات زوز لعبوا بالكدا مشيت نيول مشيت في البيلانتيات لعب الكل مركوا في الاخر وان شاء الله مبروك عليهم يعني عجبك اليوم كتخلى اي باهي تجامل فيه اوكي صافا علاش لي طرفاني ترجي ما عملش تغيير بعد خروج خالد بدر بون يفلي بروندر دي ريسك نعرف سي ان ريسك اللي خديناه لكن الحمد لله تعدينا فيه وكيما تعديت كيما كانت ما تعديتش وتكون حاجه كبيره ما حبيناش نخسروا او نيفو دو لاتاك ولا بروف اديس ما كنا زوز بونت وقبلنا وكنا نجموا نقبلوا لا محل اثنين ولا زوز بونت ولا ثلاثه بونت لكن يفو بروندر دي ريسك في الكره والحمد لله خدينا ريسك وطلع طلع ايجابي كنا كان يكون سلبي مرينا بجنب انتصار كان على الاقل معناتها تكون فما نتيجه تاع تعادل صحيح اليوم الكره ما انصفتناش المهم كونا معناتها خلقنا عديد الفرص ضيعناهم ان شاء الله معناتها نحاول باش نتلافاو النقطه هذيا اجماليا الاولاد ما قصروش معناتها لعبوا مقابله في مستوى طيب النتيجة ما تبعتش الأداء ممكن كانت النتيجة لو كانت فما شوية نجاعة اليوم على مستوى الهجوم وأقل أخطاء فردية على مستوى الدفاع ربما النتيجة كانت تكون مغايرة للنتيجة اللي شفناها اليوم فماش مباراة بغير أخطاء أغلاط ما واحد راضي أغلاط ما أثرتش على نتيجة المباراة الحمد لله تو نشوفوها بعد شوفوها في الحضرين إذا الترجي لا يفرط في نقاط الفوز ويسجل ثلاثية كل ملعب في العاصمة عبد المجيد كيفاش تلخص المباراة؟ والله تو تذكرت حاجة باهي قلت مقابلة مشوقة مثيرة حماسية هذايا معناها ولعب هجومي مزوز فرق هذايا ما يخرجش من إطار المقابلة شفناها مقابلة كبيرة ياسر مزوز فرق لكن حسب رأيي لا المقابلة تلعبت على جزئيات الجزء الأول حسب رأيي ديما نقول أن الترجي عاقب الملعب التونسي السبب الأولاني لأنه الملعب التونسي ما استغلش النقص العددي اللي كان عليه الترجي منذ شوط ثاني كامل خروج مدافع خالد بدرة ثم الترجي التونسي ما عوضش خالد بدرة بمدافع خلى وليد تاي يرجع كظهير ايمن لكن ظهير شكلي لان وليد تاي ما عندوش امكانيات دفاعيه باش يجم يغطي المنطقه هذيك وشفنا الملعب التونسي قام مساحات وكل مره يخرج معنا تقريبا بانفراد مع الحارس قصراوي اللي قدم مقابله كبيره وكان وراه انتظار الترجي الغلطه اللي حسب رايي كنت اتوقع ممكن المدرب فريد بن الجازم لعب خمسه مدافعين معناها مع نقص عددي والترجي فيه مهاجمين كان المفروض يخرج مدافع ويقحم وسط ميدان هجومي او مهاجم كان ممكن ما عنده يعني ملعب تونسي قاعد يلعب خمسه مدافعين تقريبا هما خمسه هما تونياتو بلعبي وخالد الزعيري ومعهم شيرني على اليمين وحاج قاسم كانوا يرجعوا على نفس الخط معناها مفروض مزوز مهاجمين والترجي ناقص لاعب مفروض تخرج مدافع وتقحم متوسط ميدان هجومي ولا مهاجم معناها لان الترجي التونسي تقريبا اصبح يلعب ثلاثه مدافعين وزيد الترجي ايش عمل؟ قاعد يلعب بريسك معناها دفاع متقدم خذا جازف كما قال كنزاري لكن زاد حاجه اخرى لازم نقولوا الترجي التونسي قوه شخصيه اللاعبيه امنوا بحظوظهم رغم النقص العدد اللي سجلوا هدفين معناها هذا زاد يظهر عند الامكانيات معناتها نتاع اللاعبيه اللي عندهم الخبره والقوه باش امنوا بالانتصار بينما الملعب التونسي بحسب رايي كان متخوف من الخساره. هاي شيء لا مش نشوفوا المباراة كبيرة على حول الحكم لقيم لساعة 8 ولو طبعا حظ سعيد أكيد كما قلنا دخلنا القائمة دخل القائمة الدولية بداية من 1 جانفي 2009 إذا بتبيع جماهير الترجي يعني نجم نقولوا ساخطة على الحكم لقيم وخاصة على ضربة جزاء وعلى نعيم بربط على الورقة الصفراء الثانية إلى غير ذلك في حين جا مثلا ياخذ سليم بولاسنام الملعب التونسي يقول يستغرب هذا التهجم على الحكم يقول جماهير الملعب التونسي ما كانش تنتظر أنه حكم يزفر له زوج ضربات جزاء في شوط واحد وخاصة ضد ترجي يقول هذه مريناهاش عن عوام يمكن مريناهاش في تاريخ الجمعية فرد ما لكن يقول اليوم على مردود المساعدين أكثر. اي سيدي احنا كان باش نعاودوا هذه الموفيلا باش المقابله هذه باش نعاودوا المباراه الكل. والله اكيد الحقيقه ما عطيناش اخترت لنا انت ما دخلناش في الجزئيات البسيطه نتاع المقابله بالطبيعه خاطر جاونا برشا ايميلات كما قلت سيادتك
خاصة في المخالفات كذا ما دخلناش فيهم، خذينا القرارات المهمة في المباراة هذه مش شوفوهم اتباعا. اللقطة الأولى هي التواغل من جميل الخمير، القرارات اللي كانوا ينجموا يغيروا نتيجة المباراة. هنا نشوفوا التواغل مع جميل الخمير والمدافع جونفيي يتدخل عليه، الاحتكاك موجود والحكم كان قريب من العملية ويعلن عن ضربة جزاء صحيحة، ونشوفوا هنا التدخل واضح وجلي. هذه ضربة جزاء الأولى اللي ما تسجلتش. نمشيوا لضربة الجزاء الثانية ولا المخالفة الثانية اللي قبل ضربة الجزاء، مخالفة معناها وقعت في وسط الميدان على اللاعب معناها المهاجم تاع رجل رياض التونسي والمدافع معناها نعيم بربط، هنا يعيقه. كان عليه الحكم هنا في اللقطة هذه يعني إعلان عن المخالفة مع الإنذار، لكن يكتفي مع المخالفة الفنية وما يعطيش الإنذار اللي هو الإنذار الثاني، وهذه حاجة من الحاجات. حسب رأيك يسام هوني اللقيم معناها احسب شوية وعرف انه بربط عنده انذار هذاكش عليهش ما حبش هما الحقيقة فما حاجات اللي الحكم وقت يظفر المخالفة نقولوا احنا الرفليكس معناها هو اللي يخدم باش يعطي الانذار ولا شاف ان العملية ممكن في وسط الميدان بعيدة ما عندهاش خطورة على المرمى المنافس ما مدش فيها انذار، لكن كل صدق ان العملية تستوجب الانذار وكان عليه يمدو وكان معناها الانذار الثاني اللي في معناها البربط. اللقطة الثالثة اللي مش نشاهدوها هو التوغل بتاع محمد سليتي اثر التكسير معناها عملية تسلل، ينفرد بالحارس القصراوي، الحارس القصراوي هنا يتدخل معناها بصفة شرعية وينحي الكرة، يجي العربي جابر معناها ويلعب الكرة اخر ما يلعب كرة ونشوفه اتجاه الكرة وين ماشي، لكن كما مرة اخرى اللاعب نشوفوها اللاعب هنا بربط يتجاوز معناها المدافع ما يلمسه حتى حد ما فهمش لمس يتيح وحده بقفز، والاعلان عن ضربة جزاء خاطئ معناها اللي كان معناها القراءة نتاعو للمخالفة كانت ممكن هنا زاوية الرؤية نتاعو نشوفوه انه كان وراء اللاعبين زاوية الرؤية نتاعو كانت ما كانتش مفتوحة كما يلزم ما شافش المخالفة القراءة نتاعو كانت المساعد، لكن كما قلت لك الميكروات بكري راهم مش يصلحوا في حاجات، لكن في ضربات جزاء ضربة جزاء تتظفر في ثانية ياخذ قرار مش يقعد يستنى في المساعد نتاعو مش يقول له فما خطا ولا، لكن ريت هشام توادي هشام حاسب كلامك انت معناها نعيم بربط كان ربما مش يكون خارج الميدان بانه مش كان مش حاصل على هذاك علاش احنا عدينا المخالفه ثم نعيم بربط هو يكون وراء لو الجزاء لو طبق القانون من الاول صحيح لو طبق القانون من الاول وخرج نعيم بربط هذا ما يتسنج الملاعبين وذاك صار بعد عدى مباراة بدون اخطاء وما حتى مشكل معناها ساعات احنا علاش نطلبوا من الحكام تنفيذ القرارات نتاعهم بكل هدوء بكل رصانة ومعناها بدون دمغجة، لو كان معناها انه كان خرج نعيم بربط ممكن ما نوصلوش للحالات هذم صحيح. وممكن تتعدى مباراة بعد هو يتم اقصاء بدرة اللي جمع زوج انذارات والله احنا بدرة معناها جمعهم في النقاش مع الحكم في بعد النقاش في انا في صور انت لا ما عندناش صور لكن بدرة معناها نجمو ناخذوهم من حافلة مثلا نجمو ناخذوهم من حافلة معناها القائد الترجي الرياضي التونسي خالد بدرة تحصل على زوج انذارات في العملية هذه والاقصاء نتاعو اكيد المناقشات ممكن زايدة على اللزوم مع الحكم شاف من الصالح ومعناها من الواجب نتاعه باش يقصيه للنقاشات الزايده هذه. ما تراش انه الحكم في مثل هذه المواقف معناها يلزم ربما يتريث شويه اكثر احنا مشكلة مش يزيد باش يزيد معناها يهيج اللاعبيه وهيج الجمهور وهيج الناس كل يعني احنا مش في اللقطه هذه برك راهو بصفه عامه نحكي معناها الحكم يلزمه ساعه يراعي برشا حاجات قد ما الحكم يكون هادئ ويكون رصين قد ما تكون القرارات نتاعه تكون سليمه وصحيح هذا ديما نقولوا لو انه نقاش حاد من خالد بدر حسب مرينا في التلفزه صحيح نقاش حاد ونستغربوا شويه معناها رد فعل خالد بدر اللي مش مسنسنا بنقاشات بالطريقه هذه والله ذكرت نقطه هامه جدا قليل نشوف حكام يضحكوا معناها في المباريات ديما على اعصابهم كل شيء، والله كنشوفوا الدوري الانجليزي معناها يقف مع المعابي يعيط له يحكي له يضحك معاه يفهموا علاش غلط وكل شيء، لازمنا معناتها نتعودوا الحكام معناتها الجو نتاع المقابله هذا هو الحكام معناها يلزموا يتريث اكثر وما يسالش برا يقصوه الملاعبيه الحكام معرض كون الملاعبيه يقصوه معناها مش مشكل اذا كان يقصوه كان ثم في حدود كان ثم عنف كان ثم كلام بذيء كان ثم هذاك عنده الحق باش يتصرف في اطار معين لكن اذا كان نقاش الملاعبيه مشاو له باش يناقشوه معناها ايش بيه ما قالك ينجم يفهمهم بالسياسه كما راهو في البطولات الاوروبيه وتبارك الله تجهيزات اوروبيه التربصات اللي يقوموا بها على الطريقه الاوروبيه ويجيهم ناس من الفيفا معناها باش يعلموه
على الاقل تكون معناها الافعال نتاعهم في الميدان على الطريقه الاوروبيه. والله الحقيقه سيرازي معناها كما قلت لك معناها التشنجات هذه ولا الكلام الزايد وكذا في اطاره، اذا كان ثم كلام معقول نقبلوه كحكام، لكن اذا كان اذا كان يتجاوز الحد تجاوزات احنا الحقيقه ما احناش على عين المكان باش نحكموا، لكن ما نتصورش انه الحكم اللقام انه خرج الورقه الحمراء لخالد بدره خاطر يعرف انه الجو سخون اني ضرب الجزاء قرار صعب ومزيد يردفها بقرار ثاني اكيد عنده التفسيرات نتاعو. واصلوا باين واصلوا. اللقطه الرابعه اللي مش نشاهدوها حاليا هي كذلك تدخل هنا من الرام ونشوفوه تدخل قوي، الحكم يعلن عن معناه يعطي اسبقيه اللعب نشوفوه هنا عليه هنا بكل صدق معناها يوقف المباراه يوقف اللعب ويعطي الانذار مع المخالفه، لكن هو شاف من الصالح انه ما يوقفش اللعب ويعطي اتاحه الاسبقيه، لكن كان عليه في اول توقف للعب كذلك انذار الرام. اللقطه الاخيره اللي مش نشاهدوها في المباراه هذه هو توزيعه معناها بعد المخالفه توزيعه في القائم الثاني في اتجاه العربي جابر، ولكن نشوفوا هنا الدفع من المدافع والحكم يعلن عن ضربة جزاء صحيحة اللي مشاهدوها من زاوية ثانية أنه الدفع موجود والمخالفة موجودة والقرار نتاعو كان صحيح، ونشوفوها من زاوية أخرى أنه القرار نتاعو كان صحيح والضربة جزاء موجودة لصالح الترجي الرياضي التونسي. ممكن هذوما اهم اللقطات اللي شفناهم في رينا تناقضات في الحقيقه في مردود الحكم اللقام، رينا ساره في بعض الاحيان ومتساهل في بعض الاحيان، ماذا بينا يكون يا مسالم ولا متساهل في المباراه؟ والله ماذا بينا تو شجاعه منه كانوا يزفر زوز ضربات جزاء الملعب التونسي مهما يكونوا صح ولا مش صح، شجاعه من الحكم التونسي رينا لاول مره، وكذلك شجاعه منه كانوا يزفر ضربه جزاء للترجي في الوقت الضائع، في الحقيقه حكامنا ما عودوناش على مثل معناها الاشياء هذوما، لكن ماذا بينا يكون ساره في كل شيء لو كان عطاها معناها الاوراق صفراء في بلاصتها امور يروح شويه. والله هو مش اوراق هو يخرج معناها هي العمليه سي رازي معناها اكيد اني معناها مستوى اللقام احسن من هذا بطبيعه لكن بتبيع. انا اللي معناها كقراءه شخصيه ليا انه اللقام اول مباراه ليه كحكم دولي صحيح. ممكن حب يعطي صوره ممتازه جدا على التحكيم نتاعو، اخطا في لقطتين او ثلاثه معناها ما نجموش نقولوا انه حكم فاشل وحكم كذا، لا 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 لكن مش حكم فاشل بالعكس لكن من خيرة الحكام كمباراه فيها يعني. بعض الاخطاء ان شاء الله يداركها في قادم الجولات ان شاء الله. ان شاء الله اذا كلكم لاحظتوا اكيد غياب اللاعب خليل شماه مع تشكيله الترجي الرياضي التونسي، وفي هذا التحقيق حاولنا باش نرصدوا لكم اخر التطورات الصحيه لهذا اللاعب مباشره بعد عوده مباراه المنتخب الوطني التونسي ضد بوركينا فاسو. نبيل تليلي محمد علي بوكارو ومكرم حطاب. من بعد ما روحت من السفر سخانه الريح هذوك سخانه ياسر وجع راس كبيره برشا من الاول صخيبو مثلا نورمال غريب ولا برونشيت ولا خديت الدواء شيء مازال ما عرفتش من الاول اللي لا من الاول ما عرفناش. من بعد جاء طبيب الفريق سي ياسين بن احمد وهو اللي حطنا على السكه الصحيحه. خليل بعد ما رجع من بوركينا فاسو ب 10 ايام معناتها طلعت له شويه سخانه، قمنا بالتحاليل تبين اللي هو عنده البلديزم بالعربي حمى المسطح العربي. تعرض الى جرثومه بارازيت بلاسموديوم اللي هو يتسبب في مرض الملاريا ولا الباليوديزم، هذا ناتج عند دقة بوشواس نوع من الناموس إلى نوفيل تعطيها الملاريا هذه. تفجعت برشا على ولدي وما نكذبش عليك، خممت حتى في الكارير نتاعو وقفت سفيني. عندي معاهم أنا في الفريق عندي 11 سنة أول كرة أسهل كارت المسؤولين واللاعبين أول كارت باليوديزم ما يغيب على حتى حد. الناس كل تعرف إن الناس اللي تسافر لإفريقيا يهبطوش على دقيقة، هو ما حرابش يتعطاو قبل وقت السيجور في إفريقيا وبعد ما يروح، والدولة الحمد لله موفرت لنا الشيء هذايا مجاني وعاملة بوكس في المطار للناس اللي تنسى عامله بوكس تعدى تاخذ دواء مجين. الحرابش في بالي معناتها يعطيونا فيك ما عطوناش نتصوروا ما يعرفوا خير مني معناتها. في العاده منذ عندي 10 سنين في الفريق القومي ما نعطيش حبوب ضد الملاريا الا في اطار البوسات الطويل.
لما سافروا لمدة يومين في ظروف طيبة ما نعطيوش للحبوب. نتصور الناموسة باش تسأل هي باش تقول لي جاي على نهار ولا على جمعة، خنشوف خنقرص. الدواء هذا فيه مخلفات سلبية كبيرة، فما دي كومبليكاسيون دي زيفي سيكوندير اللي نجموا مسك صفة كبيرة موجودة سلبية هذيا، فما دي زيفي انديزيرابل نجموا نكونوا مخطرين خاصة على السيستم نيرفو على الأعصاب اديسيون موجودين معناها في ذا يعرفوه الأطباء المختصين على القلب على الأعصاب. الواحد فما سلبيات كبيرة تنجم تقع، دونك كي تحطوا في الميزان هالسلبيات هذه الكبيرة البروتوكول الرزين ربما اللاعبين ربما نجموش يطبقوه بحكم برشا اسباب اخرى. شخصيا ما شاورت مع ناس مختصين خير باش كي نمشيو ما ناخذوش الحبوب هذه باش نتفداو المعطيات هذه كلها السلبيات هذه. لو كان معناتها ما صارش تفضل للحاله نتاعو في ساعه تطبيه ممكن كانت ما خبيش عليك كانت نجم تصير مضاعفات قلبه في مسيرته. كي واحد نفقش بها بكري المرضى هذه تقتل. الباليديزم هذا فيه دي تيب. التيب اللي جاء لي هو مقتل. كل حاجه تصير مشكل طبي تحمل مسؤوليه 100%. منيو على كل حال شفاء العاجل لخيل الشمام والعوده السريعه للميادين. نمشيو بكم الان الى بنزرت بالتحديد مع مباراه النادي البنزرتي والاتحاد المنسي.